خليني أسألك سيد سلمان العقيلي الآن، لماذا في الجولة الأولى تحديدا كان ملف لبنان واليمن هما الذين كانوا من الملفات الأولية التي تمت مناقشتها في الاجتماع الأول؟ هل تشعرون بحرج من الصواريخ التي تأتيكم من الحوثيين، وبالتالي أنه لغة السلام والحوار هي التي ستنهي هذا الجدل الذي لن ينتهي؟ أولا أخي، لابد من التنبيه لأنه النظام الدفاع الجوي السعودي حيد أنظمة الصواريخ الإيرانية المطلقة من اليمن وألغى فعاليتها ويعني أسقطها قبل أن تصل إلى أهدافها، ولذا فإن هذه الصواريخ لم تحدث فارقا جوهريا في ميزان القوى سوى الضجيج الإعلامي والسياسي. ثانيا، فيما يتعلق باليمن، صحيح، أولا استكمالا للنقطة الأولى، صحيح اليمن أمر مهم جدا للأمن القومي السعودي، وما في شك أنه يهم أمر اليمن، لأنه اليوم اليمن أصبح منصة تصويب على المملكة العربية السعودية. وإذا كان اليمن وضع على طاولة الحوار مع إيران في بغداد، فهو لأنه يهم أولوية من أولويات الأمن القومي السعودي. أما لبنان فربما يكون أولوية للنظام الإيراني، لأنه أن تعرف أن لبنان يعيش أزمة، ولبنان اليوم محسوب على ما يسمى محور المقاومة. وأزمة لبنان من أزمة محور المقاومة، ومحور المقاومة يعيش أزمة اقتصادية، أزمة عزلة سياسية، أزمة اجتماعية، من طهران إلى بيروت كل هذه الشعوب تعيش وضع اجتماعي سيء، وضع اقتصادي سيء، وباستثناء العراق نستطيع أن نقول عزلة سياسية. اليوم العراق